توجه أكثر من 3 ملايين تلميذ وطالب من جميع المراحل التعليمية في مدارس التعليم الأساسي والثانوي لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 وسط إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا. هذا العام نحن عملنا حالة تشاركية، وكانت حالة تشاركية جميلة ما بين شعب الحزبية ومنظمة حاشية الثورة وطلائع البعث بالمشاركة في عملية تعقيم كافة المدارس من خلال الأسطح والمقاعد والأدراج. كل موجه اختصاصي مشرف على مدرسة تابع عملية المسمية البنك الأسئلة والأطبارة الامتحانية بكل مدرسة. مثل ما شفنا نحن من خلال جولتنا تم تجهيز القاعات الامتحانية للطلاب وتم توزيع الطلاب بحيث يكون اختلاف ما بين الصف والصف بالمقعد الدراسي الواحد. هلا نحن بالنسبة لدمشق عدد طلابنا اليوم طبعا عم يتقدموا للامتحان من الصف الأول صف الثالث ثانوي بحدود 285,000 طالب تقدم اليوم كلياتهم على مقاعد الامتحانية موزعين ضمن 600 مدرسة بمناطق وأحياء دمشق. إجراءاتنا اتخذناها بداية بتعقيم المدرسة بشكل كامل لمدة أسبوع، قمناها بشكل كامل، بعدين قمنا بتجهيز الأدوار الامتحانية من برنامج امتحاني، من تجهيز قاعات امتحانية، من توزيع الطلاب حسب كل مرحلة. المشروع قائم من شان تعقيم المدرسة حرصا على سلامة التلاميذ، والأمور تمام على أكمل وجه. الأجواء الفحص كتير مريحة. نحن التزمنا بإجراءات التعقيم وكل شيء، مدرسة نظيفة دائما،